مثلا هذه شو اسمه هذا المخطوط يا شيخ. ايوه اللي نسخته بيدي. نسخت بيدك ما شاء الله. أيوة. خطك اي شيء. نعم. ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. وافق الفراغ من نسخ هذا الجزء وهو الاول ما شاء الله. من هذا الكتاب المبارك العظيم الذي وصمه مؤلفه بالمختار الجامع بين المنطقة والاستذكار، وهو شرح لموطئ إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله لمؤلف العلامة المحدث الفقيه محمد بن عبد الحق من علماء مالكية القرن الخامس الهجري. وافق الفراغ منه مساء الاثنين بعد المغرب 16 1410 1410 هجري الموافق 8 الشهر الثامن عام 1990 ميلادي على يد كاتب والناسخ الحقير الفقير إلى لطف وعفو ربه العزيز القدير بن عوف كوني في منزلي في الحي المعروف الدويمة. ما شاء الله. حي العوالي. نعم. بالدويمة من أحياء طيبة الطيبة على ساكن أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وسبحانه من معين لا يعجز معانه ولا يكل ولا يضل، وأسأله المزيد من إعانته وتوفيقه، إنه أكرم مسؤول وأرجى مأمول. ما شاء الله. وصلى الله وسلم على سيدنا على سيد ولد آدم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من بلج الصبح فاستراح عنده ساري. تنبيه، هذه هي النقلة الثانية. الثانية بعد أن الشيخ كان أراد أن يأخذ منك النسخة. نعم. مني لهذا الجزء الأول من هذا الكتاب. والنقلة الأولى كانت لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم القاضي بمحكمة المدينة الكبرى، وقد طلب ذلك مني في عام 1409. نعم. ثم رغبت في أن أمتلك نسخة من الأصل المخطوط، فطلبت منه حفظه الله تصويره فأذن لي. وأنا ما ذكرت لكم هذا. نعم. فأذن لي في ذلك في العام نفسه، فكان ذلك سبب وطريق امتلاكي لهذا الجزء من الكتاب. ثم من الله علي بانتهاض همتي للنقل مرة ثانية لنفسي من هذا الأصل المصور الذي دخل في ملكي في السنة التالية عام 1410، ولم أتوقف خلال مدة النقلتين عن الكتابة لعارض مانع حتى انتهائهما بفضل الله ذي الفضل العظيم والطول الجسيم. وكنت إبان النقلتين إنما أشتغل بالكتابة في وقت المساء من بعد العصر إلى أن أتعب، فأترك القلم إلى الغد. أما وقت الصباح فكنت أشتغل فيه بقراءة دروسي في ألفية الإحمرار على شيخنا العلامة أحمد بن محمد بن حامد الحسن الشنقيطي حفظه الله. الله حفظه الله. نعم. رحمه الله. رحمه الله. سبحان الله. والجدير بالتنبيه عليه أن مدة الكتابة في النقلة الأولى استغرقت 6 أشهر. نعم. النقلة الأولى. وفي النقلة الثانية 5 أشهر. ابتداء من شهر شعبان إلى 16 ذي الحجة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما شاء الله. وكتبه عبد الرحمن بن عوف المدينة المنورة عام 1410. ما شاء الله. ما شاء الله.